بداية ورا وقلم وتكتب شو عم حس، لأنه ما بقدر أعبر على صوت عالي، أو حتى لو حكيت ما حدا رح يفهمني. ما زال ما حدا عم بيقدر يفهم حاله ليش أنا عم حاول، ليش محكوم بالوقت، ليش الدنيا سريعة هالقد وكل شي عم بينعمل عم بتضيع الوقت فيه. فكيف بتوقف الوقت؟ ما زال كل ثانية بتمرق بتصير ماضي، ما فينا نمسكه أو نغيره، فليش بضل يأنبنا ويخلينا نضل ندمانين؟ بركي إذا وصلت للفرح، إذا موجود هو بتعبية الحاجات والرغبات، إذا العاطفة هالقد عميقة فهالقد أنا بحاجة لحنين، ليش بدي أنغرم بكل مرة بشوفه وضل عم نبش على العبطة والكلمة أنا هون حدك؟ ليش ما حدا بيهتم بحدا؟ ليش كل شي إجباري بهالحياة؟ منمثل عبعض ونحن كل يوم عم نموت نهار. ليش ما عم بقدر أعبر؟ لأنه ما حدا بيهتم وكل شي رايح، أو كل واحد عنده مشاكل أدراسه، أو الكلمة خسرت معناتها إن هي الوقت إجباري دي، لأنه ما عنده شي يعمل. وشو ما عمل بهالدنيا مش رح توصل لرضا الكامل، هلأ أو بعدين كلنا رح نحس مثل بعض. مش هيك قلوبنا بتوقف بس العاطفة بتضل. لو كل كلمات الدنيا انقالت مش رح نوصل لجواب لسؤال شو معنى الحياة. الإنسان بيخلق وبيموت رح يضل مش فهمان شي، لأنه ما في شي له معنى. فمنضل عايشين كذبة، منضل نخلق معاني ونطوره، تنضل نحفر فراغ مطرح ما بيتعب القلب وينام بمكان ما بينتهي إلا ما نخلق له حدود. ياريت بقدر طفي عقلي وقدر مثل إني مبسوط، فيمكن السعادة رح تضل نايمة. فلازم تصدق حلمة وتفتح خيال وتعيش فيه، لأن الحقيقة نهاية.